خليني اقول لك شغله صغيره يا ميت هودا. شانتي على فكره شاب كتير منيح، وانا اخذت قراري. خلاص ما عاد حدا يتراجع، وانت حاجة تدخلي حالك بهي القصة. اسمعي إيشا، خطبتك رح تتم اليوم، لهيك ارضي بنصيبك. عمي لا تنزعجي، تعرفي اني بدعمك، بس هالمرة بصراحة أنا ما كنت معك لأنه كلامك مو صحيح. فكري أكثر بالقصة ورح تعرفي غلطك. عنا حفلة كبيرة اليوم يا بنتي، وأنت كنتنا ولازم تحضريها، مو هيك؟ أنا بدي إياك تفكري منيح وتحاولي تكوني موجودة معنا. اتركها على راحتها، أنا أساساً ما بيهمني إذا حضرت لأنه كتير ضايقتني، وهي ما دخل بالموضوع، والخطبة رح تصير اليوم. ليش هيك؟ ماما روقي يا روحي، لا تقلقي، لا تكبري القصة. موفقة. تعالي معي. يلا. انت شو صاير لك؟ معقول ما انك زعلان على إيشا؟ انت لازم تكون جنبها يا ميت، ما لحدا بهي الدنيا غيرك يساعدها. المسكينة كتير مقهورة، بترجاك لا تتركها زعلانة، هاد واجبة عليك، فهماني اللي جواتك.